بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم في حصة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نقرأ كلام المرحوم الأمين الاسترابادي مناقشة هذا الكلام تكون في الدروس اللاحقة بإذن الله سبحانه وتعالى. المرحوم الاسترابادي قال: الدليل التاسع مبني على مقدمة دقيقة شريفة تفطنت لها بتوفيق الله تعالى وهي يذكر أدلة في أن المقدمات العقلية فيها ما فيها في كلام طويل المرحوم يذكر المرحوم المصنف الشيخ الأنصاري يذكر المقدمة التاسعة وهي أن العلوم النظرية قسمان نظرية يعني تحتاج إلى استدلال إلى بحث ونظر قسم ينتهي إلى مادة هي قريبة من الإحساس. ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق. وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء، ولا يقع فيه الخطأ في نتائج الأفكار. والسبب في ذلك أن الخطأ في الفكر إما من جهة الصورة أو من جهة المادة. بعض الاعتقادات صحيح هي نظرية صحيح هي ليست بديهية تحتاج إلى فكر ونظر ولكن الفكر والنظر فيها مبتن على مقدمات بينة لا يقع الخطأ فيها مثل الهندسة والحساب وهذه مقبولة لا شك فيها. لا خلاف في ان هذا هذا المقدار من الدلالات العقليه مقبول. ولذا لا يقع الاختلاف فيها بين العلماء. لماذا؟ لان الاختلاف اما من ماده القياس واما من شكل القياس. الماده هي المضمون والمحتوى للقضيه والشكل هو التركيب. فالخطا اما خطا في الماده نفسها يقول الشمس طالعة وكلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجود مثلا هو خطا الشمس مو طالعة المادة خطا وأحيانا التركيب خطا التركيب يكون فيه مشكلة فإما من جهة المادة وإما من جهة الصورة من جهة التركيب والتشكل والسبب في ذلك أن الخطأ في الفكر إما من جهة الصورة أو من جهة المادة والخطا من جهة الصورة لا يقع من العلماء لانه المفروض أصحاب, اصحاب خبرة لان معرفة الصورة من الامور الواضحة عند الاذهان المستقيمة واحد يصير عنده مشكلة واحد يصير عنده شبهة ولكن الحالة العادية للعالم انه ما يخطا بهذا المقدار هو الانسان العادي ما يخطا بهذا المقدار فكيف بالعالم والخطا من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم لأنها قريبة من الحس لقرب المواد فيها من الإحساس من الحس كأنه حسيه ليست حسيه ولكن لوضوحها تكون قريبة من الحس هذا قسم وهذا لا كلام فيه الكلام فيه هذا القسم الآتي وقسم ينتهي إلى مادة هي بعيدة أو بعيدة عن الإحساس تحتاج إلى مقدمات مقدمة بعد مقدمة وتركيب قياس بعد تركيب قياس ومن هذا القسم الحكمة الإلهية يعني الفلسفة والطبيعية كانت تدرس سابقا بعض الطبيعيات في النفس إلى آخره مباحث قد حتى يختلف في الاصطلاح فيها ولكن بشكل عام هي كانت نوع من الفلسفة سنظرش للمرحوم الاسترابادي إلى أي منها بالخصوص أي مقدار منها بالخصوص لا أدري وعلم الكلام أيضا يقع فيه الاشتباه لأنه فيه الكثير من المقدمات وعلم أصول الفقه ولذا هم لا يقبلون الكثير من مسائل علوم الفقه الإخبارية لأنه تركيب مقدمات مثلا مقدمة الواجب واجبة هذا يقال, يقال انه قد تحتاج الى مقدمات لكي نصل اليها ويمكن القطع في هذه المقدمات والمسائل النظريه الفقهيه انه اذا وجب شيء وجبت كذا ان, إن, إن, إن وجب شيء حرم نقيضه مثلا وبعض القواعد المذكوره في كتب المنطق التي يكون فيها حاجه الى مقدمات ومن ثم لسبب بسبب وجود كثرة المقدمات فيها يقع الاختلاف ومن ثم وقع الاختلاف والمشاجرات بين الفلاسفه في الحكمه الالهيه والطبيعيه اللي يرجع لكتب الفلسفه يجد الاختلاف هذا الاختلاف سببه ان المقدمات النظريه وتحتاج الى تركيب قياس من بعد قياس فيقع الخطا وكذلك وقع الخلاف بين علماء الاسلام في اصول الفقه والمسائل الفقهيه وعلم الكلام وغير ذلك والسبب في ذلك ما هو المنشا لهذا الخلاف والسبب في ذلك ان القواعد المنطقيه انما هي عاصمه من الخطا من جهه الصوره من جهه التركيب لا من جهه الماده القواعد المنطقيه ما لها علاقه بالماده تقول انك تضع صغرى وتضع كبرى بينهما حد اوسط تسقط الحد الاوسط تخرج النتيجه هذا الذي يقوله المنطق اما المنطق يقول الشمس طالعه وكلما كانت الشمس هذا ما له علاقه هذا ما داخل المنطق زيد في الغرفه وكلما كان زيد في الغرفه ما له علاقه بالمنطق المنطق يعطيك الصوره يعطيك القالب يعطيك الشكل اما المحتوى والمفاد والمضمون هذا منك والحال ان المحتوى المفاد المضمون القضايا كثيرا ما تقع فيها الاخطاء انه ينسب هذا الخبر لهذا المبتدا والحال انه ليس كذلك والسبب في ذلك ان القواعد المنطقيه انما هي عاصمه من الخطا من جهه الصوره لا من جهة المادة وليست في المنطق قاعدة بها يعلم ان كل مادة مخصوصة داخلة في اي قسم من الاقسام ومن المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل ذلك وتتكفل بذلك ما يصير عندنا جهاز يقيس القضايا حتى يثبت صحتها من خطاها ضابطة تثبت لنا صحة القضية ما ممكن لا يمكن وضع هكذا قاعدة أو هكذا ضابطة أو جهاز أو وسيلة أو آلة أو أسلوب أو ما أي شيء ما عندنا شيء يثبت لنا الصح والخطأ من جهة المحتوى من جهة المضمون ثم قال الشيخ لأنه كان المرحوم الاسترابادي عنده كلام طويل فالشيخ اختصره قال هذا كلام الشيخ الأنصاري ثم استظهر ببعض الوجوه تاييدا لما ذكره وقال بعد ذلك فان قلت رجعنا الى كلام الاستربادي فان قلت لا فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات والشاهد على ذلك ما نشاهد من كثره الاختلافات الواقعه بين اهل الشرع في اصول الدين وفي الفروع الفقهيه هذا نفس الاعتراض الذي ذكره المرحوم شيخ الانصاري ذكر الاستربادي بعنوان فإن قلت أنه هذا موجود عندكم في الشرعيات فلماذا تجعلون الشرعيات حجة كمقدمات مع أنه يوجد فيها اختلاف ويوجد فيها خطأ ولا تقبلون المقدمات العقلية على علاتها وعلى خطئها وعلى كثرة الاختلاف فيها قلت إنما نشأ ذلك من ضم مقدمة عقلية باطلة بالمقدمه النقليه الظنيه او القطعيه. المنشا الذي جعلهم يختلفون في الشرعيات هو تاثير العقليات عليهم وسحب العقليات الى الجانب الشرعي والى عمليه الاستنباط فيقعون في الخطا يقعون في الاشتباه لانهم لم يعتمدوا على الشرع بما هو شرع الشرع والشرع لا خطا فيه وانما خلطوه بالمقدمات العقليه التي هي من جهه الماده قابله للخطا وقابله للاختلاف فخرجت النتيجه فيها خطا واختلاف، النتيجه اذا كان بعض مقدماتها عقلي ونظري وقابل للخطا فطبيعي النتيجه ستكون خاطئه ويكون فيها محل اختلاف بسبب تلك المقدمه نشأ من ذلك الامر هذا كلام ومن الموضحات لما ذكرناه من انه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطا في ماده الفكر ان المشائين المشاؤون اتجاه فلسفي ان المشائين ادعوا البداهه في ان تفريق في ان تفريق ماء كوز الى كوزين اعدام لشخصه واحداث لشخصين اخرين يذكر قضيه اختلف فيها الفلاسفه ليبين أن هذه القضايا العقلية هي قضايا يكثر فيها الخطأ فيذكر مثال المثال إذا كان عندنا ماء واحد فهو شيء واحد إذا قسمنا إلى شيئين نسب للمشائين أنهم يقولون أن هذا الشيء الواحد إن عدم وإن بدلا عنه شيئان وعلى هذه المقدمة بنوا إثبات الهيولة الهيولى مصطلح فلسفي اللي هو الماده التي هي استعداد وقابله للتشكل باي شكل من الاشكال هكذا يفسرونها والاشراقيون اتجاه اخر فلسفي ادعوا البداهه في انه تقسيم الماء الواحد الى قسمين في انه ليس اعداما للشخص الاول وانما انعدمت صفه من صفاته أن الماء الواحد لم ينعدم، صفة الاتحاد مثلا انعدمت، صار قسمين بقي هو نفس الحقيقة، الاتحاد زال منه وهو الاتصال. فكيف يمكن أن هذا الفريق يدعي البداهة وهذا الفريق يدعي البداهة؟ يعني احذروا من هذا الأمر، احذروا من هذه المقدمات، احذروا من سحب هذا الأسلوب العقلي إلى القضايا الشرعية لأنه سيوقعكم في الخطأ. ثم قال إذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة فنقول إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام كلام الأئمة فقد عصمنا من الخطأ لأنه الأئمة كلامهم من جهة المادة معصوم ما راح يصير عندنا خطأ في المادة المشكلة في المادة والمادة هنا صحيحة قطعا فما راح يصير مشكلة ان تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطا وان تمسكنا بغيرهم من جهه المواد لم نعصم عنه عن الخطا لانه نراهم يدعون البداهه ويختلفون فيها فكيف نصدقهم؟ كيف نقبل منهم؟ كيف نتبعهم؟ كيف ننتهج منهجهم؟ كيف نتخذ اسلوبهم طريقا شرعيا لاستكشاف الحكم الشرعي والاستنباط الحكم الشرعي. كيف يكون هذا معذر امام الله سبحانه وتعالى والحال انه بهذه الخطوره وهذا الاحتمال من الخطا. انتهى كلامه. والمستفاد من كلامه، هنا يستظهر المصنف ولا قد يقال لا ان هذا الكلام لا يقصد منه ذلك يقصد منه شيء اخر. والمستفاد من كلامه عدم حجيه ادراكات العقل في غير المحسوسات، المحسوسات هذا بارد، هذا حار، هذا خشن، هذا ناعم، هذا كبير، هذا صغير، هذا متصل، هذا منفصل مثلا. في غير المحسوسات وفي غير ما تكون مبادئه قريبة من الإحساس بحيث نضمن صحة المادة هو هذا المهم. تكون المادة قريبة من الحس بحيث يبتعد احتمال الخطأ عنها، هذا مقبول، أما إذا صار عندنا خطوات ومقدمات بعيدة عن الإحساس وبعيدة عن الحس فسنقع في الخطأ يعني وقد استحسن ما ذكره غير واحد ممن تأخر عن هناك جماعة استحسنوا هذا المنهج وهذا الأسلوب وهذه الإفادة من المرحوم الاستربادي منهم السيد المحدث الجزائري قدس سره في أوائل شرح التهذيب على ما حكي عنه شرح التهذيب مخطوط ما وجدت مطبوع قال بعد ذكر كلام المحدث المتقدم بطوله المرحوم الجزائري ذكر كل الكلام قال وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه يقول الحق هو هذا صحيح اللي قال استربادي هو صحيح إنصافا فإن قلت قد عزلت العقل عن الحكم في الاصول والفروع فهل يبقى له حكم في مساله من المسائل؟ يذكر اشكال على نفسه انه اذا انت عزلت العقل ماذا بقي من دور للعقل؟ اين هي مساحه العقل؟ قلت تبقى مساحه اساسيه مهمه لجولان العقل فيها، قلت اما البديهيات فهي له وحده، البديهيات هي مساحه للعقل. وهو الحاكم فيها بالبديهيات واما النظريات فان وافقه الناقل وحكم النقل بحكمه قدم حكمه على النقل وحده هذه العباره ان شاء الله سياتي الحديث عنها وانه ما المقصود منها وكيف يقدم النقل عليه وما المقصود من التقديم ياتي ان شاء الله فتاره عندنا نقل فقط وتارة عندنا عقل ونقل فاذا عقل ونقل مقدم على النقل لوحده واما لو تعارض هو والنقل صار عندنا تعارض العقل يقول شيء والنقل يقول شيء اخر فلا شك عندنا في ترجيح النقل نرجح النقل لان القضايا العقليه تقدم انها فيها كثره مقدمات وفيها نسبه عاليه من احتمال الخطا بينما النقل عن المعصوم معصوم عن الخطأ فلا شك عندنا في ترجيح النقل وعدم الالتفات الى ما حكم به العقل لاحتمال الخطأ فيه وانتفاء الاحتمال في النقل عن المعصوم قال وهذا اصل يبتني او يبتنى عليه مسائل كثيره ثم ذكر جمله من المسائل المتفرعه ذكر جمله من الفروع اللي تبتني على هذه المسألة إلى هنا يتم بيان وجهة النظر الإخبارية في مكانة العقل، دور العقل، علاقة العقل بالنقل، وإذا اجتمعا كيف وإذا افترقا كيف؟ وهذا مأخوذ من مصادرهم الأصلية ثم يأتي المرحوم المصنف يأخذ في مناقشة هذا الكلام ماذا يظهر منه ثم مناقشته مناقشه هذه الادله والوصول الى النتيجه ياتي ان شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق في الدروس اللاحقه باذن الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. الله 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 الله, 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 الله يا